طيب معانا اتصال اخر، استاذه ساره من مصر، برحب بك يا استاذه ساره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يعني عايزه ابقى شايف. اتفضلي اسالي. انا بتفرج على هي الكوره غلط للبنات. الايه يا فندم؟ انا بتفرج على كوره مثلا، هل ده فيه غلط او لا؟ لاني اي يعني بتتفرجي بتتابع مباريات كره القدم يعني؟ وانا بنت وكده، فبيقول لا غلط وما ينفعش وازاي. لا معلش معلش، يعني انت بتتابعيها كبنت مثلا في الاستاد وفي اختلاط، ولا بتتابعيها في البيت في لا اوقات لا مش اوقات صلاه؟ من البيت عادي. بتتابعيها من البيت وبتتابع المباريات في اوقات بعيده عن اوقات الصلاه واوقات العمل اللي هي المهمه؟ لا لا، لا بصلي الحمد لله في وقته وكل حاجه. هو بس الفكره ان هم يعني، ايوه الفكره يعني. طب معلش عشان زمايلي نبهوني النقطه، بس معلش انا بس عايز اوصل لحضرتك للسؤال. هو دلوقتي بيقول لك انت كبنت يعني عشان انت بتشاهدي لاعيبة كرة القدم وهم بيرتدوا الشورت. ايوه بالظبط. تمام، ايوه يبقى كده السؤال تمام وصل يعني. حاضر يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. هي ساره بنت فبتتابع ماتشات كرة القدم، ولاعيبة كرة القدم بيبقوا لابسين الشورت والتيشيرت اللي هو اللبس بتاع الماتشات، فبيقولها انت كبنت ما ينفعش تشوفي مباريات كرة القدم. رجاله يعني قصدهم؟ اه. بتشوف رجاله بشورت يعني؟ ايوه مباريات كرة قدم. ومين قال ان ركبه الرجل يعني ما فيش موضع اتفاق انها عوره؟ تمام، يعني الشرطه زي لبس راجل يعني ده عوره؟ في خلاف. ايوه. بين من يرى، اذا الاخت صاحبة المقتنع بان الركبه عوره والفخذ عوره، فهذه الحاله يحرم عليها لان معناها بتنظر في عوره. تمام. انما اللي مقتنع بالراي الاخر، لان طبعا ورد ان في راي بان الفخذ عوره، وده مذهب الاحناف غيره، وفي اراء اخرى بأن لا الفخذ ليس عور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري جلس على بئر كاشفا عن فخذه. نعم. فمن يرى زي نفس سؤالنا بتاع النقاب، اللي ترى أن الوجه عورة يحرم عليها الكشف، فاللي بيرى أن الفخذ عورة لا يحل له أن يرى عورات الناس. تمام. اللي يرى أن الفخذ مش عورة خلاص هو لا يرى عورة، فليس محرما في حقه. تمام، جزاكم الله خيرا.